آمين. نروح لخبر الأسبوع. إيش رأيك؟ خبر الله. أسبوعنا من صحيفة المدينة، وما زلنا في دائرة كورونا. رصد 6200 مخالفة وإغلاق 1504 منشآت غير ملتزمة بإجراءات الوقاية من كورونا. أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن الأمانات والبلديات واصلت تنفيذ الجولات الرقابية والتفتيشية المكثفة لضمان سلامة وصحة جميع أفراد المجتمع والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وأسفرت هذه الجولات الرقابية عن رصد 6200 مخالفة للاشتراطات الصحية والإجراءات والتعليمات الصادرة من الوزارة والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة ضمن جهود المملكة للتصدي لجائحة كورونا. القانون ثم القانون ثم القانون يا دكتور. شوف لما شفنا الرقم ذا، طبعا هذا للأمانة الأسبوع الماضي، الآن الرقم تضاعف ورقم مخيف، مخيف لا أبعد حد. الآن عندنا مشكلة كبيرة في موضوع كورونا، وهو أن تجاوزنا موضوع الوعي. أنا أبغى نوقف موضوع التوعية، لأنه الآن حتى الرجل اللي يعيش في البادية راعي غنم من دولة آسيوية يعرف أنه طريقة الوقاية من كورونا هي لبس الكمامة وتعقيم الأيدي وعدم والتباعد. وأنا عجبني سمو الأمير فيصل بن سلمان أمير المدينة قال اسمه التباعد الجسدي وليس التباعد الاجتماعي، لأنه فعلا هذه التسمية الحقيقية واتمنى نتبناها، اسمه التباعد الجسدي. جميل. أنا طبعا مع موافقتي، لأنه فعلا الموضوع وصل إلى الكل، إلا أني أخالفك في جزئية توقف الوعي. أيوة. أنا مع أنها تبقى حتى أيوة لو ازداد القانون. طبعا طبعا هو ما في شك، أنا بقول اللي عندي وأنت أكيد طبعا يا رجل ولو حبيبي. كلنا أذان الوعي صحيح. الوعي هو أكبر مقاوم لفيروس كورونا أكيد. الآن كما قال أحد الوزراء في الكويت أنه يبدو كورونا حتكون معانا اليوم القيامة، الآن الوقاية هي أهم طريق، بمعنى أنه الآن يبدو أن المرض حينتشر، لذلك الوقاية حتستمر معانا، يجب أن نعرف الوقاية. بقينا في الموضوع المهم إزاء الحالات هذه، هؤلاء أنا أتحدث أنهم يعرفون. إذن بجينا دخلنا في نقطتين، النقطة الأولى الاستهتار وهذه هي الأكثر، النقطة الثانية أشار لها فيصل عبد الكريم حبيبنا وقال أنه بعض الناس يحاول أن يرفع المستوى عشان لو ارتفعت النسبة يصير العمل من البيت، بعض الموظفين يعني من بعيد. كيف تعيد لنا الفكرة؟ يعني أنه هم يحاولون أنه يستهترون في المرض على أساس أنه يصل لأرقام معينة حتى يصير فيه الدوام من البيت، ما يروحون للإدارات. هذه بعض الناس طرحوها، مثلا بعض المستهترين على الشواطئ مثلا ما عندهم، يقول لك ما علينا من كورونا. بعضهم يقول لك يا أخي لن يصيبنا إلا ما كتب الله. أيا كان، نحن لا نريد أن نعاقب الكل بما فعله الجزء، المفترض يعاقب الجزء حتى يسلم الكل. أما أنا عشان 3-4 مستهترين كلنا أنا وإنت نظاميين، ما هو هذه أنت بالذات يا رجل نظامي بزيادة، أنا أول مرة أدري أنك أنت خواف ما تجي إلا قبل الحلقة بخمس دقائق. شوف فخليني أكمل المقطع، بس إنه الآن الدور لم يعد دور توعية بقدر ما إنه القانون. شوف ترى أوروبا وكل الدول، وعندنا تجربة حزام الأمان. حزام الأمان الحكومة تقريبا من 2000 وهي تنادي في تطبيق الحزام، الآن الناس طبقته مع الغرامات والمخالفة. الغرامات والقانون يا أبو يحيى والصرامة هي التي تحل المشكلة من جذور، بالذات أنه هذه أرقام كبيرة، وبعدين مطعم عارف النظام ومع ذلك يسويها. والله أنا معك، يعني 1500 منشأة، يعني تخيل 1500، لو نصف هذه 1500 فيها بس فيروس شوف كم حينتشر. هذه نقطة. أيه. بعلق بس على نقطة إذا تسمح لي، لما تقول أنه مثلا لما يستهتروا 3 وش ذنب البقية؟ المشكلة أنه كورونا فرض هذا، لأن كورونا لا يفرق بين المستهتر صحيح. وبين الملتزم. بس النظام يعني. النظام والكاميرات الآن عندك صحيح. النظام والكاميرات. شوف خليني أعطيك بعض الدول، يعني يلا. دولة زي تشاد دولة بسيطة وفقيرة، يقول لك الذي لا يلتزم بوضع الكمامة في الأماكن يواجه عقوبة بالسجن لمدة تصل 15 يوم. في إندونيسيا المخالفين لإجراءات الاحترازية يقوم بعمل تمارين البطن في الشارع أو يحفر القبور لموتى كورونا. شوف هذه نماذج من الدول، لو بقول لك إياها القانون يا أبو يحيى، القانون هو اللي أدب الناس صحيح. وأنا متى سامح شخص لما يقول والله أنا آسف توي جيت توي مولود ما أدري عن كورونا ولا أعرف الكمامة، يعني إيش كمامة؟ أنا هنا سامحه لك. واحد عارف مستهتر يقول لك لا لن يصيبنا إلا ما كتب الله ويسوي لنا مشاكل، والله لو يعني ما الحق في حرصي
طبعا 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 كويس. انا معك ولا واقول لك انك انت ما شاء الله حريص، انا ودي كلنا نسير، لانه الان الازمنه القادمه ازمنه لا يعني ان شاء صحيح. الله ما تزيد، بس الامراض ندخل في مرض متحور ما ادري نيباها الحين جانا، يبدو انه الموضوع الوقاية لازم تكون مادة تدرس في الجامعات وفي المدارس الابتدائية، وإلا حنستمر ترى يا حنستمر. من وجهة نظرك دكتور، يعني إن شاء الله إذا انتهى كورونا، هل سيبقى في ثقافة الناس شيء من الوعي في التعامل مع الفيروسات؟ أقصد بشكل شخصي. أنا أول شيء ما أعتقد أنه موضوع الأمراض هذا ينتهي مسة العدوى، لأنه حتستمر. الشيء الثاني، الناس ما زال عندهم هاجس لا أنا أنه هذه الحمد لله فرصة لنا نترك بعض العادات، يعني واحد شفته أمس وتشوفه اليوم تبوسه مرة ثانية، هذا عبث حتى في قيمة البوسة تفقد قيمتها. أنا من رأيي السلام نظر، الحجر الأسود ليس هناك أكثر منه تقديسا، إذا قول العلماء إذا ما قدرت تلمسه تأشر له من بعيد، سلم علي بعينك إن كان بخلتك. ويمكن صح، ويمكن هذا اللي دعا وزير الصحة أنه يغرد في وقت سابق لما قال أنه الإنفلونزا الموسمية انخفضت بنسبة 98% تقريبا، وش تقترحون من عادات تبقى معنا إلى ما بعد كورونا؟ هذا الصح، وأنا أنا مع مراجعة العادات، مع أنه السلام أولا، مع أنه إذا أنت ما أنت مهم بنفسك خاف على الآخرين، يعني إيش أقول لك، أنه الإنسان في الحق العام لازم يحافظ على الناس. في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم أنه قوم ركبوا سفينة، فواحد قال هذا حق من السفينة بخرمها، فرفضوا، ونفس المشكلة الآن، أنت لازم تحافظ على الجميع ويطبق النظام. والله لو طبق النظام بحذافيره من خلال الكاميرات الناس تتأدب. صح، لأن العقوبات ترى صارمة، أنت تتكلم على مبالغ صارمة، لكن يعني التنفيذ أتمنى أنه يبقى بنفس الصرامة، سواء في مرحلة الآن أو حتى مع انخفاض المنحنى بإذن الله. لأنه لازم في نقطة نشيد فيها يا أخي، الحكومة والدولة رعاها الله دفعت الكثير وبينت أن الإنسان أولا، حتى في أوروبا وأمريكا الآن يعتبرون السعودية قدوة ونموذج في التعامل مع كورونا. الآن أنت زي خط دفاع قوي، يجي واحد يكسر التسلل بكل سهولة، جهود الدولة الكبيرة والملايين واشتغلوا من بيوتكم وعطلت الحياة وعطلنا كل شيء، يجي واحد يخرج التسلل أو اثنين، هذول المفروض يعاقبون عقابا صارما. جميل، خليني أسميها تغريدة صوتية أخيرا نقفل فيها هذا الموضوع، عبارة عن رسالة من الدكتور أحمد العرفج إلى كل من يسمع ويشاهد يا أهل بالعرفج. أنا أقول يا جماعة، إذا أنت مستهتر بنفسك هذا شيء يخصك، بس راعي الآخرين، لا تستهتر بالآخرين، وإنه الآن نحن في مرحلة تطبيق الأنظمة ولسنا في مرحلة الوعي. الوعي لم يعد هناك جاهلا يعرف أنه فيروس كورونا خطير. جميل جدا، إذا لا تستهتر ولا تؤذي الآخرين، وأضيف عليها مقولة ثالثة للدكتور أحمد العرفج يقول: في زمن كورونا إذا لم يكن لديك وازع من ضمير فلا بد من وجود وازع من نظام. بعد هذا الفاصل ألقاكم.